هواها مصري على الراديو 90 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. النهارده من ضمن الموضوعات المهمه اللي اتكلم فيها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ويمكن الاكد كمان ان في متابعه مستمره اول باول من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموضوع ده. الموضوع هو تنميه طبعا تنميه زراعيه المتكامله للاراضي في مصر او ما يسمى بالدلتا الجديده لمصر. وصلوا لايه؟ وطبعا كان الاجتماع النهارده في كل الاطراف المعنيه من الساده الوزراء. خلينا نروح لصديق العزيز دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. يا دكتور مساء الفل. مساء الخيرات يا فندم، ازيك يا احمد بيه؟ الحمد لله كله تمام. الدلتا الجديدة اخبارها ايه؟ الحياة الدلتا الجديدة بكتير بمعدلات متسارعة جدا، شايفين جهود متكاملة في هذا الاطار، شايفين تعاون مختلف الجهات للالتزام بتكتيك السيد الرئيس بالانتهاء من المشروع بالكامل في مرحلة واحدة بدل ما كنا مقسمين على عدد من المراحل، والحياة كمان بعد الضغط لسنتين فقط، عامين فقط للعمل في هذا المشروع وتنفيذه والالتهاء منه بشكل كامل، فكل الجهات بتشتغل بشكل متوازي وكله بيتعاون مع بعضه للانتهاء وسرعه الانتهاء من هذا المشروع على النحو الاكمل باذن الله. واضح يا دكتور من كل الحضور النهارده على المشروع ده ان هو مشروع قومي، لان انا شايف دكتور محمد شاكر، شايف وزراء كتير شغالين على المشروع، طبعا معني بيه معالي الوزير السيد القصير، ولكن كل الوزراء شغالين لمساعده حضراتكم. طبعا الدولة بالكامل ده مشروع دولة الحقيقة، لان احنا بنتكلم على تنمية لاكثر من 15% من الاجمالي المساحة المزارعة لمصر النهاردة، عايزين نزرعها في سنتين فقط. كل الجهات بتتعاون في هذا الاطار وفي هذا الموضوع، لان الموضوع ده واحد من الملفات الحيوية. احنا بنتكلم على الرقعة الزراعية لمصر. الرقعة الزراعية يعني فرص عمل للمواطنين تزيد، يعني نسب اكبر من الاكتفاء الذاتي بتزيد، يعني توفير صناعات مكمله لانحاء الانتاج الزراعي في حد ذاته بيعتبر مدخل من مدخلات انتاجات اخرى، يعني طبعا بالنسبه للقطاع الصناعي المنتجات الزراعيه هي مدخل، فده بيزيد فرص لمزيد من التصنيع ومزيد من الانتاج. كمان الحقيقه مساهمه القطاع الزراعي لوحده كده في الاقتصاد الكلي، احنا بنتكلم تقريبا في 20% من اجمالي الصادرات السلعيه في مصر قطاع زراعي، بنتكلم على تقريبا 15% من القوى العامله قطاع زراعي، بنتكلم على تقريبا 15% من اجمالي الدخل القومي جاي من القطاع الزراعي. الحقيقه قطاع حيوي جدا، قطاع هام جدا، قطاع مؤثر جدا. احنا الدوله اشتغلت في هذا القطاع على محورين رئيسيين وبنعمل عليهم بكل جهد وبكل ما اوتينا من قوه. المحور الاول ان احنا بنزرع اراضي جديده. تمام. بنروح لمناطق ما كناش بنزود الرقعه الزراعيه. بالظبط كده. وطبعا خليني ارجع تاني، لولا ما تقوم به الدوله من جهود تنمويه في مختلف المجالات ما كناش هنقدر نحقق الهدف ده. صحيح. يعني لو ما كانتش الدوله عملت شبكه طرق ما كناش هنقدر نروح للدلتا الجديده ونبدا نفتح، على الرغم ان هذه الارض من الاراضي عاليه الخصوبه وعاليه الجوده، والحقيقه كل زملائنا اللي راحوا يقيموا الارض، لان الحقيقه وزاره الزراعه قعدت على مدار 5 شهور مضى بتعمل عمليه حصر للتربه وتصنيف للتربه وتحديد المناطق التي يمكن زراعتها في هذه المنطقه. الحقيقه التربه من اجود انواع التراب اللي ممكن نقابلها في الفتره دي، لكن الحقيقه ليه ما كناش بنروح؟ لان ما كانش في طرق تودينا هناك. طبعا ما كانش في شبكه طرق توصل الناس. كان الموضوع ولو حضراتكم تعبتوا ورحتوا المنتج بقى ده هيجي ازاي للمستهلك نفسه برضه في صعوبه. بالظبط، لكن محور الضبع دلوقتي ربط الاسواق الرئيسيه في القاهره بالمواني الرئيسيه في اسكندريه والساحل الشمال الغربي بمنطقه الدلتا القديمه في البحيره وما الى ذلك من مناطق، فسهل من حركه انتقال المواطن من الدلتا القديمه للدلتا الجديده، سهل من حركه الاسواق، سهل من وصول المواطنين، سهل من عمليه التنميه المتكامله، فشبكه الطرق بتخلق جنبها محاور للتنميه وابعاد اخرى للتنميه، فده محور رئيسي. المحور الثاني بقى كمان هو التوسع بقى وزياده الكفاءه الانتاجيه لوحده الارض والمي، الارض اللي بنزرعها تجيب انتاج اعلى، كمان الكلام ده بنطبقه في هذه المنطقه، بنشوف ان كان قبل ما يطلع مشروع الدلتا الجديده كان في توجيه من السيد الرئيس بانشاء محطه لمعالجه المياه على تدي طاقه يوميه 6 مليون متر مكعب من المياه في منطقه الحمام. طبعا هذه المياه هي مياه معالجه ثنائيه ومعالجه ثلاثيه، يعني متطابقه مع اعلى مواصفات الجوده، تنفع حتى ميه شرب، لكن احنا بنستخدمها في الزراعه، فدي بتوفر للمواطنين هناك او للراغبين في الاستثمار هناك مورد مائي يقدر من خلاله نشتغل، والحقيقه ده يخلينا نخرج بره ازمه شويه كنا بنواجهها اللي هي فكره تحدي نقص المياه، اللي احنا تقريبا 600 متر مكعب من المياه. طبعا حد الفقر المائي بنتكلم في حوالي 1200 متر مكعب من المياه، فالموضوع محتاج يكون في جهود بتبذل، وده اللي بنشوفه دلوقتي على ارض الواقع. فطبعا مورد المياه، واحنا كده بنستخدم المياه مره واثنين وثلاثه علشان نقدر نزرع هذه الارض، فده جهود وده استثمارات ودي يعني افكار بتقوم بيها الدوله المصريه لبناء وتوفير الامن الغذائي للمواطن المصري، وده الهدف الرئيسي
اللي بيخلي الدوله المصريه تشتغل من 2014 وحتى الان بالقياده السياسيه وتوجيهاتها لتعظيم هذا القطاع، لان هو بيؤثر بشكل مباشر في الامن القومي، في الامن الغذائي للمواطن المصري. يسالنا بقى دكتور محمد المواطن هو بيسمعنا دلوقتي، طب ماشي كلمني بقى على المحصول، هل دي المحاصيل الاساسيه اللي احنا بنحتاجها فهتسد الفجوه دي ونقدر يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، ولا دي المحاصيل الجديده اللي لسه هنشتغل عليها في الاراضي الجديده؟ طبعا احنا بنتكلم في مختلف المحاصيل، احنا بنتكلم في 1.5 مليون فدان تقريبا 15% من اجمالي المساحه اللي احنا بنزرعها النهارده، من ما كانش اكتر شويه. طيب الارض دي تجود فيها انواع كثيره جدا من المحاصيل، المحاصيل الاستراتيجيه بتجود في هذه الارض. احنا عندنا كمان محتاجين، هل احنا يعني محتاجين نتوسع في الانتاج الزراعي ولا لا؟ احنا محتاجين نتوسع بكل تاكيد، لان اولا احنا بنحافظ على زياده المعروض وبالتالي استقرار الاسعار، ودي نقطه في غايه الاهميه طبعا. الحاجه الثانيه احنا كمان بندي لو في فائض، احنا بنفتح اسواق تصديريه وعندنا فرص تصديريه كبيره، ودي تقدر لا مش عايز احسدكم، انتوا الصادرات زايده ما شاء الله الفتره اللي فاتت جدا الحمد لله، وده يخلينا كمان نقدر نتشجع ان احنا نزود من الصادرات. لما نزود صادرات يعني بيزيد الدخل العمله الاجنبيه عندنا في مصر، يعني بيزيد من قوه الاقتصاد المصري طبعا. يعني القوه الشرائيه للمواطن المصري بتزيد مع استقرار الاسعار، يعني في ثبات في متوسط الاسعار، فبالتالي نقدر المواطن يشتري كميات اكبر بنفس المبالغ اللي كانت موجوده معاه، وبالتالي تدي تحسين لمستوى المعيشه. فبالتالي هو العمليه كلها موصله لبعضها، والعمليه طبعا كلها متراكبه مع بعضها. وكمان حتى لو بنتكلم في فرص كمان انتاجيه، فزي ما قلت لحضرتك هو بيخش كمدخل للانتاج، يعني طبعا حتى لو بنتكلم في محصول معين، احنا النهارده المزارع اللي زرع الارض دي ده مستفيد واحنا عندنا اكثر من 600 الف مستفيد مباشر من هذا الكلام، لكن عندنا بعد كده ما بقى في شركات بتصنع هذا الكلام طبعا، هيبقى في شركات بتنقل هذا الكلام، في شركات بتصدر هذا الكلام، في شركات بتشحن هذا الكلام، في شركات بتروح الاسواق، في عمال تجزئه، في عمال عماله يوميه، كل ده موجود. فاحنا بنتكلم ممكن يوصل عدد المستفيدين الاجمالي لما يقرب من 5 مليون مستفيد من هذا المشروع القومي الكبير اللي موجود في منطقه الدلتا الجديده. فده الحقيقه يقول اهميه هذا المشروع ويوضحها بشكل كبير. طبعا كل الجهات زي ما قلت لحضرتك بتشتغل، احنا بنجهز بقى في البنيه التحتيه علشان نخلي المستثمر اللي رايح هناك ما يتعبش كتير في استصلاح هذه الارض. الاستصلاح احنا عارفين ان هو مجهد بشكل او باخر طبعا ومكلف ومكلف. النهارده الدوله المصريه بتدي الارض، بتديها للشاب او بتديها للمستثمر جاهزه ان هو يجي يخش يستثمر على طول بشكل مباشر، شبكه الطرق الداخليه بتكون مجهزه، التوفير مصدر الميه موجود، توفير مصدر كهرباء موجود، توفير العمالة ان شاء الله يكون موجود مع القرب من منطقه الدلتا القديمه، وبالتالي فرصه كويسه جدا لكل من يرغب في الاستثمار وتطبيق بقى التكنولوجيا الحديثه على ارض الواقع علشان يحقق اكبر عائد للارض. وكمان بالمناسبه احنا في نفس الاطار احنا استنبطنا اكثر من 25 صنف خلال الفتره السابقه علشان يبقى عندنا اصناف من المحاصيل الاستراتيجيه اللي تقدر تتزرع وتتكيف مع الظروف المناخيه اللي موجوده في هذه المنطقه اللي يمكن مختلفه بشكل او باخر عن الظروف التقليديه اللي في الدلتا الطبيعيه. بالظبط. فدلوقتي احنا عندنا مثلا من القمح تم استنباط اكثر من 5-6 اصناف قمح جديده تقدر تتكيف مع هذه المنطقه، الذره، الشعير، انواع مختلفه من الخضر، ويمكن عندنا مشروع كبير اخر اسمه مشروع انتاج تقاوي الخضر والفاكهه محليه. طبعا ده مشروع برضه في غايه الاهميه، بيوفر التقاوي اللي تقدر تتحمل الظروف المختلفة وظروف الجوية المختلفة. إذا بتشتغلوا على الأراضي وعلى المحصول وعلى العوامل المساعدة كمان سواء التقاوي أو السماد. بشكر طبعا كل الشكر لصديقنا العزيز دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي. وقت حلقتنا انتهى دكتور محمد، صراحة الكلام معاه ما بينتهيش، لأن الدلتا الجديدة هي مش مشروع من ضمن المشروعات، هو مشروع قومي كبير جدا بيفرق كتير جدا، وشفنا توفر المنتجات في أزمة كورونا قد إيه ما فرقش في الأسعار، وبقت الحاجة موجودة، ما حصلناش أزمات زي دول كتير جدا، ولسه الرقعة الزراعية بتزيد، وشغالين على محورين مهمين جدا، سواء زيادة الرقعة الزراعية في أراضي جديدة بوسائل ري جديدة، أو سواء تغير بقى المحصولات الجديدة وتوسعها أيضا لباقي الأراضي الموجودة. بشكر دكتور محمد قرش، وأتمنى يكون ضفنا في وقت قريب بإذن الله نتكلم بقى على كل شغل وزارة الزراعة الفترة اللي جاية. خلصنا حلقتنا النهاردة. حاضر يا علاء فريد الشرقاوي، يمكن انا مش قوي بقرا رسائل كتير، ولكن حاضر علاء عايز يقول لمراته رنا هشام كل سنه وهي طيبه، كل سنه وانتم طيبين وبصحه وبسعاده يا رب ان شاء الله، ودايما معانا كده ودايما تسمعونا ودايما نكون عند حسن ظنكم.